انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. من الحاجات اللي النصارى مؤمنين بيها إن إلههم اللي هو يسوع مولود مش مخلوق، يعني زي ما قال أثناسيوس الرسول اللي كتب قانون الإيمان: نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق. وعلشان كده نلاقي النصارى بيسألوا رجال دينهم هل المسيح مولود أم مخلوق؟ ونبدأ بالسؤال اللي سأله أحد الرعية للأنبا شنودة بابا الكنيسة السابق: المسيح ولد من أم بغير أب، ثم آدم ولد من غير أب وأم. نقول له لا، آدم لم يولد، آدم خلق، ما تولدش من غير أب والأم، ده خلق. احنا بنتكلم على الولادة التي لها قوانينها الطبيعية، وآدم ما ينطبقش عليه هذه الولادة، ده خلق من أول وجديد، من ما فيش. ويحارب دائما رجال الكنيسة فكرة إن الإله مخلوق، لأن خلق الإله يتطلب عدم أزليته، وبالطبع لا يكون إلها من لا يكون أزليا. ولو قالوا إن يسوع المسيح مخلوق يبقى ما ينفعش يكون إله لأنه مش موجود منذ الأزل، وده كان منبع الفكرة اللي علشانها تم وضع قانون الإيمان ومفادها إن يسوع ليس مخلوق بل مولود. مولود غير مخلوق دي عن اللاهوت. اللاهوت مولود من الاب مش مخلوق منه. يعني هو بيتكلم بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق. يبقى يعني واضح ان الحديث عن اللاهوت مساوي للاب في الجوهر. هذا الذي من اجلنا، من اجل خلاصنا نزل، هنبتدي في التجسد اهو، من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب الى الاخر. يبقى عبارة مولود غير مخلوق دي تخص اللاهوت. إنما جسد المسيح طبيعته إيه؟ طبيعته مخلوقة. لما تقول الجسد مخلوق يتخض، يقول لك ده مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق ده لاهوت، لاهوت. لكن جسده زي جسدنا، هو جسد زي بتاعنا، أخده من العذراء مريم. عشان الناس ما تتلخبطش. في ناس تستوعب غلط، يقول لك المسيح مخلوق، ما حصلش، ما حدش يقول كده الا اريوس. لكن لما تقول جسده مخلوق ده صح، بس لما الناس تستوعبه غلط مش نقول ايه؟ جسده زي جسدنا، مولود من العذراء مريم، متاخد من العذراء مريم. رجال الدين المسيحي بيقولوا ان جسد المسيح مخلوق، لكن لاهوته مولود من الاب. وهنا في تناقض واضح، لأن الإيمان الأرثوذكسي بيقول إن اللاهوت والناسوت الطبيعتين الإلهية والبشرية في المسيح متحدتين وما ينفعش ينفصلوا. فالإيمان الأرثوذكسي بينص بوضوح على اتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح بدون انفصال، يعني المسيح هو إله وإنسان في نفس الوقت والطبيعتين متحدتين بشكل كامل. الكل مجمعين على انه اللاهوت متحد بالناسوت اتحاد دائم،
واحنا في مناقشتنا مع الكنائس اللي اتفقنا فيها في موضوع الكريستولوجي القصب المسيحي يعني، اتفقنا على ان لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين ولا اثناء الموت. والانبا شنودة في كتابه طبيعة المسيح صفحة 9 يؤكد بعدم المناداة بطبيعتين، فيقول: والقديس كيرلس الكبير علمنا أن لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنوميا بالطبيعة البشرية داخل رحم القديسة العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح، فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق. لو اللاهوت مولود من الآب والجسد مخلوق، يبقى في فصل بين الطبيعتين، وده ضد العقيدة اللي بتقول إن المسيح هو شخص واحد بطبيعتين متحدتين. ونسمع في الفيديو اللي جاي كلام خطير جدا من الأنبا بنيامين أسقف المنوفية لما الأستاذ عبد المسيح سأله سؤال ما كانش في المنهج، أو بمعنى تاني ما كانش متحضر له كويس. ومعنا سيدنا مكالمة من الأستاذ عبد المسيح. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك، أنت مع سيدنا، تفضل بسؤالك. السلام يا أبونا، وقبل هادي يا سيدنا. هو بس كان في سؤال، هل ربنا توقف عن عمل الخلق الآن ولا لأ؟ وبعدين ناسوت المسيح كان مخلوق ولا مولود؟ هل الله توقف عن إيه؟ الخلق، عن الخلق؟ ولسوء حظ الأنبا بنيامين أنه سمع السؤال الأول كويس جدا، اللي هو هل ربنا توقف عن الخلق ولا لا، وبدأ يجاوب بكلام منطقي جدا. كل إنسان بيتولد ده خلق، وكمان كل شجرة بتنمو ده خلق، خليقة الله، وحتى في الحيوانات الطيور والحاجات دي خلق مستمر. يعني ايه اللي بيخلي الفرخة لما ترقد على البيض تطلع كتاكيت؟ ما هو ده قدرة الله في الخلق. فالخلق لم يحدث مرة واحدة، ولكنه يحدث كل يوم. فعلا كل إنسان بيتولد ده خلق، وبما ان المسيح اتولد يبقى بالتالي مخلوق. وبكده يكون الأنبا بنيامين جاوب على السؤال الاول من غير ما يعرف السؤال الثاني اللي كان شديد الصلة بالسؤال الاول، وهنا تحدث المفاجأة. طيب ونصوت المسيح يا سيدنا؟ السؤال الثاني، نصوت المسيح هل هو مولود ولا مخلوق؟ نعم، ناسوت المسيح هل هو مخلوق أم مولود؟ وكان سمعه كويس جدا، بس بيعمل نفسه مش سامع علشان ياخد فرصة للتفكير في إجابة السؤال اللي ما كانش متوقعه. لو أنه جاوب على السؤال الأول صح علميا ومنطقيا، وبالتالي الحقيقة دي مش هينفع يقر بيها في إجابته على السؤال التاني، لأن الإجابة هتخالف وتدمر قانون الإيمان المبني عليه العقيدة النصرانية إن المسيح مولود غير مخلوق. المهم انه جاوب على السؤال بطريقة عجيبة جدا. الناسوت، ما الروح القدس اللي كون الناسوت من العذراء، بس لم يوجد الناسوت لحظة من غير اللاهوت، حل لاهوت الابن واتحد بالناسوت الذي كونه الروح القدس في بطن العذراء جنينا. شكرا استاذ. لاهوت لم يفارق ناسوت لحظه واحده ولا طرفه عين من لحظه هذا الاتحاد. سؤال ايه؟ دي شكلها تعويذه يا معلم. شكرا يا سيدنا، شكرا وصلينا يا سيدنا. وهنا يعجز المنطق عن تفسير كلام الأنبا بنيامين اللي قاعد يشرح علاقة الناسوت باللاهوت وأي كلام وخلاص، وما جاوبش على السؤال المهم اللي هو هل المسيح مولود أم مخلوق. ولما سائل حس ان الأنبا بنيامين غرقان في شبر ميه، قال لي شكرا يا سيدنا وانهى المكالمه علشان ما يحرجهوش.
يا جماعة خلونا نوضح بالأدلة من الكتاب المدى المقدس ومن أقوال الأباء والمفسرين إن الاعتقاد بأن المسيح مولود غير مخلوق فكرة خاطئة. الدليل الأول، جاء في سفر أشعياء نص يقول: اقتري أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقته، أنا الرب قد خلقته، أنا الرب قد خلقته. يجمع مفسر الكتاب المقدس على أن هذا النص يتحدث عن المسيح. ونبدأ بعرض تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي حيث يقول: أمام هذا الوضع رفع إشعياء قلبه نحو الله ليقدم صلاة لتروجية فيها يعلن أن ما يحدث خلال كورش هو رمز لما يتحقق بواسطة السيد المسيح، وكأنه يطلب من اليهود كما من الأمم أن يتحولوا عن تذمرهم إلى خبرة الخلاص المجاني المقدم للكل. هذا ما دفع إشعياء إلى التحول في الحديث من كورش إلى المسيح برنا وخلاصنا، إذ يقول: أقتري أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا لتتفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته. وكأنه يردد ما جاء في سفر المزامير: لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد أرضنا والرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع، الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلهنا، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر. كأن النبي يردد أن الخلاص يتم لا بسبب كورش وإنما خلال خلاص السيد المسيح وبره، فيه يتحقق سلامنا خلال تلاقي الرحمة مع الحق أو الرحمة مع العدل الإلهي، إذ على الصليب دفع الثمن كاملا خلال بره اللانهائي. يرى القديس أغسطينوس أنه في المسيح تلاقى اليهود مع الأمم خلال تلاقي الحق مع الرحمة، فاليهود عرفوا الحق خلال الشريعة والنبوات، وقبل الأمم الرحمة بعد أن تركوا عبادتهم الوثنية، وتلاقى هؤلاء مع أولئك كشعب واحد بار ومقدس للرب. في السيد المسيح تلاقت السماوات مع الأرض، إذ هو ابن الله السماوي صار ابنا للبشر، ولد كبشرية على أرضنا. لهذا يقول النبي: أقتري أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا. وكأنه يقول: طأطأ السماوات ونزل، نزل البار القدوس كما من سماواته ليحقق خلاصنا. أما في قوله لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، فيعني الحق من الأرض ينبت. تدرس يعقوب ملطي في تفسير النبوة أشعياء بيقول إن النبوة دي بتتكلم عن المسيح، وفي النبوة دي المسيح مذكور إنه مخلوق، أنا الرب قد خلقته، يعني إلهكم اللي بتعبدوه يا نصارى مخلوق، باعتراف المفسر تدرس ملطي. ونشوف كمان تفسير أنطونيوس فكري اللي أكد هو الآخر إن نبوة أشعياء تتحدث عن المسيح، فيقول: هنا إشعياء ينتقل بالوحي لخلاص المسيح بدلا من خلاص كورش الزمني، هنا نرى البر الذي لن يكن سوى بذبيحة المسيح. أقتري أي أن البر سيأتي من السماء كما يأتي المطر من السماء، ونلاحظ أن الأرض هي الأخرى تنبت برا والأرض لن تنبت إلا بنزول المطر. ومع ذلك لما نشوف تدرس يعقوب ملطي وأنطونيوس فكري بيفسروا نبوة إشعياء بنلاقي انهم مع اعترافهم ان النبوه بتخص السيد المسيح لكنهم ما تكلموش عن الجزء الاخير منها، انا الرب قد خلقته. هم اكتفوا بالحديث عن ان النبوه بتتكلم عن خلاص المسيح للبشر، بس ليه يا ترى المفسرين المحترمين ما استكملوش تفسير باقي النبوه؟ طيب مين اللي بيتكلم عنه النص انا الرب قد خلقته، خصوصا انهم اكدوا ان النبوه كلها عن المسيح؟ وبعد ما استعرضنا الدليل الأول على أن المسيح مخلوق، نشوف الدليل الثاني. ورد في سفر يشوع ابن سيراخ ما يثبت أن يسوع هو بكر كل خليقة، إني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة. وقد تكررت نفس العبارة في رسالة بولس إلى آل كولوسي حينما كان يتكلم عن السيد المسيح بأنه الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة.
والنصين دول بيأكدوا صراحة بأن المسيح مخلوق. وحاول أنطونيوس فكري تفسير النص وأكد أنه مش معناه أنه يسوع مخلوق، فقال أي لأنه هو الخالق فهو بكر كل خليقة. لكن الكلام ده طبعا مش منطقي، لو كان كده ليه الأنبا بيشوي طالب بتغيير الترجمة لأنها خاطئة؟ لكن على العموم في المونتاج بتاع السي دي اللي يتوزع، المناقشات اللي بيننا وبين بعض دي المفروض ايه مش كلها تطلع، عشان دي امور داخليه مش هخل كنت يعني. لا ده بكر كل خليقه ده تعبير غلط في ترجمه كلوسي 1:15. هو بروتوتوكوس. بروتوتوكوس هي متكونة من المقطعين بروتوس وتيكتو. تيكتو يعني ولادة باليوناني، غير جينيسيس في تعبير تاني يعني تيكتو. وبروتوس يعني السابق في الوجود والمتقدم، زي ما بنقول البرودروموس مثلا. ولذلك الترجمة بتاعت فان دايك اتفقنا مع اليو بي اس اللي هي يونايتد بايبل سوسايتي ان عبارة بروتوتوكوس ما تترجمش بكر كل خليقة، مش تلفيق تصحيح لترجمة اتعملت في بيروت من عشرات السنين وما تراجعتش ودققت. فاتفقنا على ايه؟ اتفقنا انه بالرجوع الى اعظم المراجع في اللغة اليونانية والتحاليل بتاعت العهد الجديد اليوناني العهد الجديد، فلقوا ان كلمة بروتوتوكوس تعني المولود قبل كل خليقة. ولما انا كلمتهم في الموضوع ده، كنا في لبنان ساعتها في اجتماع، فراح الرجل المسؤول عن ترجمة الكتاب المقدس في اوروبا، طلع الاوضة بتاعته في وقت الغداء ورجع بعد الظهر اجتماعنا، فقال لي انا بحثت في الكمبيوتر بتاعي لقينا ان احنا ترجمناها بري اكزيستنج او superior to all creation، يعني الكائن قبل كل الخليقة، وفي الانجليزي والفرنساوي. وقال نفذنا الكلام ده في 4 طبعات، مش 4 نسخ، 4 طبعات انجليزي، 2 انجليزي و2 فرنساوي. فقال انت ليك حق والمفروض تراعى ايضا في الترجمة العربية. نلاحظ ايضا ان نص كولوسي يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، وبكده النص ده بيثبت ان يسوع هو صورة الله، والكتاب المدعو المقدس يؤكد ان من هو على صورة الله اللي هو الانسان يعتبر مخلوق من مخلوقات الله. وليكم الدليل من سفر التكوين، نص يقول فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وبناء على النص ده أي حد يكون على صورة الله يبقى مخلوق، ويسوع هو صورة الله زي ما بولس قال في رسالته لأهل كولوسي صورة الله غير المنظور. فهل نحتاج لإثبات أكثر من كده علشان نأكد إن يسوع مخلوق من مخلوقات الله؟ وأنا بطالب كل نصراني بيسمعني دلوقت إنه يفتش كتابه اللي بيؤمن بيه إنه هو مقدس، هيلاقي نص صريح بيقوله أنت بتعبد المخلوق دون الخالق. الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق النص ده ورد في رسالة بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح 25 العدد الأول، وبيتكلم عن الناس اللي بدل ما يعبدوا الله الخالق عبدوا المخلوقات. النص ده بينطبق بشكل كبير على الحالة اللي وصل ليها النصارى في عبادة المسيح المخلوق ونسيوا الخالق.
النص بيقول انهم بدلوا حق الله بالكذب، يعني بدل ما يعبدوا الله ويعيشوا حسب الحق اللي ربنا انزله اتبعوا الكذب وعبدوا مخلوقات زي البشر والاوثان وعبدوا المخلوق زي المسيح، ونسيوا ان المسيح نفسه كان بيعبد الله وامر الناس انهم يعبدوا الله الواحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.